الأسعار لا مرتفعة عن السنوات اللي طافت بصراحة مرتفعة. قبل يمكن ب45-35 تحصل ذبيحة رخيصة يعني كلش، الحين وين الحين أسعارهم 100 وشيء، عربية يمكن 60 دينار قبل. الأضحية اللي أنا باخذها عربي، الناس سلاسة يمشوا ومرتبين وكل واحد ما أخذ رقم يعني كل شيء تمام ما شاء الله، ونظافة عندهم وكل شيء عندهم ما شاء الله، دكاترة مختصين. والله أنا أخذت صومالي 55 دينار، والحمد لله على كل حال هي أضحية. والله الأسعار العربي غالي غالي يعني بشكل، حتى السعودية غالي، كل الدول يعني.